فيما يتعلق بالمسابقة والتعديلات الجارية في هذا الشأن، عرض مسؤولي الأندية بعض المشكلات، مش بس المتنافسين الأقرب الثلاثة الزمالك وبيراميدز والأهلي، لو دول بيتكلموا في مشكلة مباراة أو مباراتين مع ضغط المباريات. كتير من الأندية برضو أبدوا بعض التحفظ وطلبوا الدراسة، لأنهم من كتر الالتزامات اللي على الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية والعربية هم كمان بيقعدوا فترات طويلة جدا ما بيلعبوش مباريات. في بعض الأندية بتقعد 15 و16 يوم عشان تلعب مباراتين في الدوري. هم كمان أبدوا إن في ظروف. احنا بداية السنة عرضنا وعرض الحاج عم حسين رئيس المسابقات على الأندية صعوبة الموقف. ازداد الموقف صعوبة بعد اسناد استضافة الأمم الإفريقية مع غلق بعد بعض الملاعب، مع الموقف الصعب لعدد كبير من الأندية في المسابقة. ففي النهاية تم الاستقرار والتوصية على عرض المسألة تكليف السيد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ولجنة المسابقات القسم الأول بدراسة الأمر، دراسة المتبقي من جدول الدوري وكأس مصر بكل ما فيه، مش بس للأندية المتنافسة على البطولة لكن كمان لباقي الأندية بشكل كامل، ووضع الدراسة إن شاء الله بإذن الله في أسرع وقت ممكن في خلال أيام على مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ القرار النهائي اللي يراعي مصلحة الأندية بما لا يضر بالصالح العام وضمان الحياد والعدالة في المسابقة. بطلب من الكابتن عامر حسين يعني يدرس ويعرض على مجلس إدارة الاتحاد دراسة علشان المواعيد بتاعة المباراة. المشكلة بدأت تظهر امتى؟ وده اللي احنا النهاردة يعني انا طرحت هذه الامور على المجلس، قلت المشكلة بدأت تظهر مع وجود ثلاث اندية بتصارع على البطولة، واكدت على ان مسألة ال 15 نادي الاخرين ما لهمش يعني اي علاقة بالمشاكل اللي هي النهاردة الخناقة قايمة على مين هياخد الدوري، وبالعكس في أندية اتظلمت جدا، باقي ال 15 أندية كلهم اتظلموا. يعني الأندية اللي بتقعد بال 20 و 25 يوم تنتظر المباراة القادمة، ده فنيا مسألة يعني ده يعني يعتبر عبء عليهم كبير ماديا ونفسيا وفنيا. وفي أندية اتظلمت تانية عندها نفس الكيس بتاعت الأهلي والزمالك. الكلام ده أوجه بقى الكلام للثلاث أندية إن هو يجب إنكم تتعاونوا ويبقى في إنكار ذات عشان المركب تمشي وعشان إحنا نعدي السنة دي. أكد الحاضرون على تمسكهم باستمرار مسابقة الدوري العام وكأس مصر بشكل طبيعي. كل ما في الأمر هم طلبوا دراسة موقف الأندية المشاركة في الموسم المقبل في البطولات الأفريقية. ووعد المهندس أنا بريده برضه إن هو هيتكلم هينسق يعني على قد ما يستطيع مع الاتحاد الأفريقي، ثم هيبقى فيه جلسة ثانية إن شاء الله بإذن الله لحسم الأمر.